هلو. طبعا انتوا عارفين ان ده ستريم جديد. ايه الاخبار يا ناس؟ احنا عاملين ايه؟ اهلا بيكم في ستريم دلوقتي، والستريم السبونسر من لعبه اوريولي. اعتقد انا قلت اسمها صح. اوريولي دي لعبه غريبه جدا وفكرتها عجيبه جدا ومختلفه تماما، وان شاء الله تعجبكم. فاي حد عجبته اللعبه النهارده اللي هيشوفها وحابب ان هو يلعبها او يجربها، في ديمو دلوقتي تابع للاكتوبر جيم فيست بتاع ستيم، فتقدر تلعب اللعبه وتجربها، لان احنا النهارده هنلعبها حوالي نص ساعه تقريبا. هنجرب نلعب اللعبه على صعوبتين الديمو بتاعتها، كل صعوبه منهم المفروض ان هي صعبه جدا يعني، فالمفروض ارقامهم، فكل صعوبه منهم هنجربها ونشوف خلاص في وقت قد ايه. وانت اللي عليك تعمله ان انت تحاول تسبقني في الوقت ده لو انت عايز تلعب اللعبه وكده، ماشي؟ ف الستريم معلق في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ الستريم زي الفل. في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ اوكي ما علينا. خلونا نشوف اللعبه عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نجيبها. واضح ان الناس عندها شغال فل فل، ما واضح ان في ناس عندها سكيل ايشو تقريبا، فمش مشكله. قبل ما نبدا اللعبه، صح، خليني اوريكم البيج بتاعتها. لحظه واحده. فين اللي ده؟ مزيكا لذيذه اهي. طيب خلوني اوطي صوتها شويه. دي الستيم بيج بتاعتها، ماشي؟ فاللي عايز يشوفها، عايز يعرف اي حاجه، اهم حاجه بس لما تخش على اللينك بتاعها دوس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اد ويش ليست، ماشي؟ يا بوتيتو ليج منور. دوس اد ويش ليست هنا وخلاص، كله هيبقى معاك زي الفل. و دي الديسكربشن بتاعت اللعبه، بتقول لك كل حاجه عنها وكده. مش هتكلم كتير يعني، خلونا نجرب الديمو مع بعض، ماشي؟ فبسم الله يلا بينا. هو انا حقيقي فعلا متحمس للعبه دي، سيبكم بقى ومش فاهمين عربي اصلا هما. فعلا متحمس للعبه دي. بص، عندنا في اوبشنين. سيكريت باث ده اللي هو للمبتدئين، ماشي؟ عشان نتعلم الحاجات. بعد كده ديمونيك باث او الطريق الشيطاني. فخلونا نبدا بسيكريت باث، الطريق المقدس، ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، خمس دقايق. Let's do this. اوكي، دي اسمها رميله، بتكلم واحد اسمه ريث، بتقول له انت جاهز ان انت تدوس؟ فبيقول لها دايما جاهز، فبتقول له نسخن، بيقول لها اوكي. طريقه اللعبه عامله ازاي بقى؟ gotcha. ار تي تو ايم. لا ما تهزرش. اوكي فهمت. بس اوكي اوكي هي عامله زي اسمها ايه؟ انا موت عامله زي جولف وذ يور فريندز والحاجات دي، قصدي جولف او جولفنج اوبريتور والحاجات دي. بس في ايه يا جماعه؟ الصوت كويس ولا عالي عندكم ولا واطي؟ قبل ما اكمل، ده دول في وقت. استنى بقى لحظه عشان شكلها تعصبني. ايوه اوكي كويس. اوكي بقولك ايه ده؟ الديناصور ده؟ هو انا ازاي اعرف؟ لا سيليست شويه. عايزين دراك سيميليتر؟ حاضر ان شاء الله. استنى بس يا جماعه، عشان بجد انا ما توقعتش اللعبه تكون صعبه، وهم طالبين مني اخلصها على الصعوبتين. وبص فوق على اليمين، ده اللي المفروض نخلصه. اوكي دي تشيك بوينت ولا ايه؟ دي تشيك بوينت. حلو ده. طبعا ممكن اتدحرج عادي. ايوه سيبها تتدحرج عادي خالص. اوكي انا لما بلمس الارض بريست عادي خالص واكمل عادي خالص، وده كويس. بس انا ليا ثلاث خبطات قبل ما يعني كده بقت سيلفر، كده تاني بقت لونها احمر، خلاص ما ينفعش اضرب تاني. فا اوكي تشيك بوينت كمان. اوكي الفكره بس ان احنا بنلعب على اسهل حاجه دلوقتي، وفي بعدها هنجرب نلعب على اصعب حاجه، فربنا يستر علينا.
بس كانيميشنز حلوه. ايه اللي فوق ده؟ هبدا ده البتاع اللي بيقول انا وصلت لفين. اوكي اوكي كويس. اعتقد انا كان المفروض اروح للحبل ده. اه امال الصعب هيكون صعب في ايه بقى؟ يا لهوي الحمد لله انا بكسب انا بكسب انا بكسب. استنوا ايوه ايوه ليتس جو. انا مش عارف كده خلصت الديمو ولا لا بس الجيم بلاي عجبني. دقيقتين 41 ثانيه موت 6 مرات. ده كده خدت ايه؟ خدت سيلفر ولا جولد ولا ايه؟ ما خدتش بالي. لحظه ايه ده؟ او ماي جاد ده انا ما خلصتش الديمو. انا كنت فاكر مرحله واحده على الصعوبتين. اوكي واضح ان احنا هنتعب مع بعض النهارده. فاستنى بقى لحظه واحده كده. مش مكفوع لي بما يكفي على ان انا اتعصب على الميسه كده. طيب ايه ده بقى؟ طب بصوا انا حق. اوكي انا مت. اوكي دي انا عايز اخلصها في دقيقه و50 ثانيه. ماشي هم لا عايزين نلعب اللعبه على صعوبتين. انا مش فاهم انا ليه بتعصب. حلوه دي. اوه هوبا هوبا هوبا. اوكي اول تشيك بوينت ماشي. الانيميشنز جامده. في حاجه تحت مش هاخدها والله ما هاخدها. معلش سوري يعني. اوكي مش هم عايزين دقيقه و50 ثانيه. اي جاد ذس. اوكي ايوه لا جربوها يا جماعه. اللي عايز ينزل الديمو حتى لو مش باللينك بتاعي جرب اللعبه دي عشان شكلها هتترند لما تنزل كامله. انا عارف باين عليها قوي من الستايل بتاعها ان هي تترند لما تنزل كامله. اوكي يعني انا باخر حته. لا انجزني انا باخر حته. ما تهزرش انا فاضل لي 20 ثانيه. راحت علينا. بعد سيلفر. اوكي. اوكي. او ماي جاد. بتاع بتلف. طب مش عايز اخد برونز بليز. اوكي. غبي. متهزرش يا عم. ايوه هستنى بقى وخلاص بقى يا عم. يا لهوي يا اخوانا فاضل لي 41 ثانية. لو ما خلصتهاش فيها خلاص كده باي باي. الحمد لله بالظبط انا خلصتها على قد ايه؟ كان المفروض اخلصها على دقيقتين 41. الحمد لله الحمد لله. اوكي المرحله بعدها. هو انا المفروض لما العب على الصعب هعمل ايه؟
هو انا المفروض لما العب عصا ده بيقول لك يا اما تخلصها في دقيقتين يا اما تخلصها في 8 فاهم اللي هو انت وحظك. انا مت طيب سن اوكي ليتس دو ذس هير وي جو انا عرفت ايه الصعب في معهدي الصعب في معهدي انا ما اعرفش لون ايه حضراتكم يا سنه اوكي كده عرفت لوني شويه لا والله لا انت كده بتخم انا قايل لهم هلعب اللعبه 25 دقيقه لقوا كاتبين لي العبها على الصعوبتين قلت اوكي يعني يعني والله العظيم والله العظيم ما شفت بيقولوا لي العبها على الصعوبتين قلت مش فاهم يعني ايه المشكله طيب ماشي هلعب ما تعيطوش يعني. يعني كنت شويه وهبعت لهم بتريق يعني بس انا دلوقتي فهمت اوكي خدنا تشيك بوينت الحمد لله المزيكا جامدة طبعا يا لهوي لو ما كنتش عملت كده كنت هموت اوكي واضح ان انا ايه مش هخلصها في الدقيقتين تقريبا لا هي مش محتاجه دقه بس هي محتاجه كمان انت تتابع انت دوست كام مره حلوه دي بس حلوه دي اوكي بس كويس تشيك بوينت كويس لان انا مش عارف لوني ايه فده اللي مخليني بوعاني شوية يا لهوي اوكي عندي فكرة عندي فكرة استنى دي هتيجي دي بس دي عاملة كده ليه؟ والله العظيم حسيت والله العظيم حسيت لازم من فوق طبعا الدقيقتين مش محتاج اقول لكم ان هم راحوا علينا ماشي ايوه 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 اوكي بس اوكي اخر جزئيه يا رب تكون سهله مش شايف حاجة في ايه؟ في ايه يا اسطى؟ مين عمل ايه؟ رغنا رغنا شغل كده يا رغنا والله انا مش عارف ايه اللي بيحصل انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ايه اللي حصل؟ يا اسطى شكرا جدا على 10 دولار يا مان اللعبة يا عم محتاجة تركيز يا عم رغنا بيضحك التماسي طبعا وبنشكره على التماسي واضح ان كل ما حاط تعبني معاها في اخر بتاع والله العظيم اقسم بالله انا كنت مركز مركز بشكل اوفر يعني طيب دي مش عارف اعديها تاني ليه بقى انا عديتها اول مره هو شكله في طريق من فوق سهل على فكره هو ايه اللي بيحصل يا اخوانا؟ انا مش فاهم تحس الفرصة اه والله يا اخويا انت تحسها ايه ده؟ بقول لك ايه في واحد عامل يوسف طه شكرا كده على السبسكرايب يا مان انا عايز اشوف في طريق من فوق صح؟ والله تمام انا اسف ماشي اوكي
ولا بيفيد في اي حاجه تقريبا. وانا مش فاهم البتاع دي مش عايزه تشتغل ليه. ايه بقى المايه دي؟ انا عديتها. ليتس جو. اوف عديتها في قد ايه؟ المفروض دقيقتين الجول. اربعه. I think not bad. وهو احنا نجحنا. اوكي. المفروض ان هم بقى ملائكه وميتين وكده. ما تقلقيش يا رامي. دي كانت غلطتي. ايه؟ ما كانش المفروض احاول اواجهه بنفسي، لكن انا ما تقوليش لكن. انا لسه هنا. هو ماتوا من ايه دول؟ ما دول اتنين ميتين مع بعض على حاجه، مش عارف ميتين مع بعض بسبب حاجه. كل اللي يدوس على لينك. اوكي 10 ده الوقت. ده الوقت بتاع السهوله الصعبه، الصعوبه السهله. ماشي 9 دقايق 24 ثانيه و 42 جزء من الثانيه. دوس على لينك اللي في الشات يا جماعه لو سمحتم، واعملوا فيفورت او اعملوا اد توش تيست للعبه دي، وخلونا نجربها بقى على اصعب صعوبه. الاول على العالم خلصها في 5 دقايق وشويه ولا ايه؟ لا ده هو بيقول لك بعدين هيبقى في الكلام ده، ونقدر هيبقى في فايت ضد الديمون كينج، ويبقى في ميستريز كومبيت اجينست يور شادو. اوكي 6 اوسم بايومز. اوكي هيبقى في 6 عوالم. ولا باسم فاتك محاكي الحرامي. لحظه واحده ايه ده؟ احنا فين؟ هي فرقه انا تعبانه. احنا عملنا ما يكفي دلوقتي، خلينا نرتاح. ايه اللي بيحصل؟ في حاجه غريبه اظن المفروض نبص. اوكي بس لو هناخد ناب. هي دي مرحله ولا ايه؟ ايه ده الحلاوه دي؟ اوكي مرحله دي بيوتيفول والله العظيم. لعبه حلوه يا اخوانا. ما ينفعش اكسر دول. ده للوش ليست. اوكي حاطين وش، حاطين قنفذ ازرق على اساس ان هو سونيك يعني. اوكي قنفذ ازرق وبتاع ماشي. انا لسه واخد بالي احنا بنلعب برينج زي الرينجز بتاع سونيك. اوكي ايه ده؟ فتح لي ايتم بتاع، فتح لي بتاع الوش ليست، بس هي اوريدي وش ليست عندي يعني. اوكي لا تعالى لي بقى على اصعب صعوبه. معلش السيتنجز عامله ازاي؟ شفناها. لحظه فوليوم لانجويج اسبانيولي وانجلش. اوكي ماشي بيجين جيم ديمونيك باث. استر يا رب. اوكي استر يا رب. خلاص شفنا الكلام ده. في ايه؟ طب كده ايه الصعب بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي مراحل تانية خالص. اوكي ولا ايه؟ ولا هي نفس المراحل بس متعدلة؟ تقريبا نفس المراحل بس متعدلة صح؟ استنى كده. اوكي. اوكي. انا فهمت دلوقتي ليه بيقولوا لي جرب كل الحاجات. لحظه ايه اللي حصل دلوقتي ده؟ اوكي انا عايز اطلع اللي في النص فوق ولا ايه كده؟ اوكي ايوه كسرنا دي.
يا لهوي. طب والله العظيم يا جماعه اللعبه دي عجباني جدا، ويعني من اللعب اللي هتلاقوها على اي نيو عندي ان شاء الله. برضو استنى بقى عشان الحته دي محتاجه تركيز قوي، مش عارف اتكلم فيها. اوكي هنا بعمل كده كده وبسرعه كده. اوكي المفروض ده في تشيك بوينت بعدها في حاجه. يا عم خش كده. ايه ده؟ ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ اوكي كنت هموت الحمد لله. ده لسه في حته كمان. اوكي شكلها حته صعبه دي ولا ايه؟ كده اوكي كيفت. انا كيفت والله العظيم جامده جامده. خدت سكرين شوت. اخ طيب unknown text بلا بلا بلا. لحظه هي دي مرحله ثانيه ولا ايه؟ اوبا ده في حاجات بقت. ايه ده؟ صوتها حلو قوي دي. اوكي اوكي ده انا بزق ثانيه كمان دلوقتي. اوكي لا 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 كنت قريب قوي والله العظيم كنت قريب قوي. ايوه انزلي بقى عليها بالظبط. يس الحمد لله مش ناقصينا. ايوه والله كان بالمقاس حرام. بعد اللعبة دي يا جماعة نجرب اللعبة العربية اللي قلت لكم عليها. اللعبة العربية اللي قلت لكم عليها الديمو برضو، بس دي مش حاجة سبونسر يعني، مفيش لينك ولا حاجة. دي اللي هتدوسوا على اللينك بتاعها لو سمحتوا. هم أصلا يستاهلوا الصراحة الدعم باللي هم عاملينه ده. لا اللعبة جامدة. ماشي طب ايه؟ عايز اركب بتاعتي. هي محتاجة اركبها. ايه العبط اللي انا عملته ده؟ ايوه يا سلام. هوبا 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 الله عليك يا عزيز. ايش اوكي ويب. ايه ايه والله نطيت ما تهزرش. اوكي ماشي اوكي ايوه اوكي برنس اقسم بالله برنس اقسم بالله برنس جامد. ياه والله كنت حاسبها والله العظيم كنت حاسبها. ايوه ايوه اكسر حلو ده. في حاجة على موبايلي بس عايز اشوفها لحظة واحدة. اه اوكي يبقى انا تعبان.
جالي نوتيفيكيشن من باي بال ان جالي دونيشن، بس افتكرت ان هو اسمه ايه ده، افتكرت ان هي حاجه بتقول ان في عاصفه جايه عمان. ايه ده امال ايه؟ طب لحظه كده، عندي فكره. اعتقد المفروض اعمل كده. جامد يا بستي، جامد. اوكي حلو ده. Pretty good, isn't it? Agreed. اوكي اللي بعده. Snowy Ascent. اللعبة دي ستايلها بفكرني بسيليستا على جريس، بس بطريقة غريبة شوية، على بقى جنرا جديدة. المفروض ابدا اللعبة كده. هو التلج بيعمل فينا ايه عشان، ودي بتعمل ايه؟ دي مش حاجة؟ اوكي. الايس بيكسرنا او بيوقعنا. دي ايه دي؟ اعتقد دي حاجة بتشحننا. والله بقيت كويس، انا بقيت كويس، انا بقيت كويس. هي ايه العيون دي؟ ايه ده؟ مش فاهم يا اسطى، انا بقالي ساعة بتنطط ما بين الاتنين دول. ايه دي؟ دي تايمينج. اوكي اوكي بس انا بقى كده. اوكي فهمت. طب دي اعملها برضو ازاي ولا ايه؟ استنوا كده. اهو اوكي فهمت 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 فهم. بس هي كانت محتاجه تتشرح الصراحه، محتاجه تتشرح. ما انا عارف ان المفروض اشحن، بس مش عارف ازاي ومش فاهم هم ليه عيوني. اوكي صعبه دي، صعبة دي. هنسمع أول مرحلة، هنسمع أول مرحلة. هي جايزة وما أنا مش واخد بالي إن دي أرض. ما حدش صعبة على فكرة، مش عارف ليه مش مريحة عيني. اسم اللعبة إيه؟ موجود في العنوان بتاع الفيديو بتاع الستريم، ولو بتتفرج على يوتيوب هتلاقي فيه لينك ليها في الوصف، ولو بتتفرج على لأن أنا نازلها على يوتيوب الصراحة هي حلوة. ولو بتفرج على تويتش يا عم انا بقالي شويه بعمل التايمنج. لو بتفرج على تويتش اكتب علامه تعجب واسم الله، نفس اللي مكتوب في الشات، في علامه تعجب كده موجوده، هي دي او اللينك متثبت في الشات. حرام والله بعد كل ده، والله حرام بعد كل ده. ما حد صعب قوي يا جماعه، اعتقد دي هتبقى اخر واحده في الديمو يعني. مستحيل يحطوا حاجه اصعب من كده في الديمو. في اغنيه يا جماعه دلوقتي مشهوره اللي هي مش عارف ايه معايا مفتاح ومش عارف ايه وبتاع، صلاح مداح. ونادي مضايقني قوي مش عارف ليه. يا لهوي
ده يعني على الطرف. ما رفعش الحمد لله. هحاول اسمعها لك. ليه؟ عشان الكلمات مضايقاني. انا شايفها مش كلمات يعني. ما دي الاغنيه؟ انتوا بجد كلكم مش عارفينها؟ طب هخلص اللعبه دي واسمعها لكم. هي دي. انا مش فاتحها يا استاذ احمد. معاك مفتاح. احمد مستفزه يا اسطى. لا يا اسطى بقى مالك دي قوي في الحته دي يا اخوانا. مش ممكن. والله مش ممكن. صارت الدنيا تحط اي كلمات بترايم مع بعض وخلاص. برضه من الاغاني اللي مضايقاني جدا 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 مؤخرا الاغنيه بتاعت دارين. في اغاني جمله كده انا مش فاهم الليركس بتاعتهم معناهم ايه ولا ليه ولا ازاي ومفيش تفسير يعني. دارين دي اللي بتغني هالابينيو هالابينيو. انا بصراحه مش بحب المزيكا بتاعتها الصراحه بس ربنا وفقها. اوكي احنا كده عدينا الحته دي كويس. يا اسطى في ايه؟ مدمون بقى وخلاص. اغنيه ايه؟ اغنيه اسمها ما اسمها ايه والله؟ اوف ده البتاع بيتكسر من. اوكي بلاش بلاش الحركه دي. اغنيه اسمها هي بتقول فيها مشكلني حبك تقريبا او حاجه. ما اسمها مشكلني. اسمها مشكلني. اوكي عديناها. لحظة ما تقوليش ان انا محتاج اجري وراها. الدور لازم اجري وراها. يا جماعة لحظة يا جماعة لحظة يا جماعة الحتة دي صعبة قوي. لحظة يا جماعة الحتة دي صعبة قوي قوي قوي. المفروض اعملها ازاي دي؟ خلاص راحت عليا كده. راحت عليا كده. راحت عليا. الحتة دي صعبة جدا. دي اللعبة دي صعبة ليه؟ هي كده يعني. ده دي الجيم بلاي بتاعها. اوكي بسرعة. لا ما كنتش عارف ان هي هتطلعني فوق كده. نسيت. اوكي 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 بعملها بعملها بعملها. I got this. صدقوني اعملها. اوكي لا لا اوكي. بسرعة بسرعة بسرعة.
انتوا واخدين بالكم احنا بقالنا قد ايه في المرحله دي؟ 8 دقايق اهو. حرام حرام. محتاجة تايمينج ويعني كنترول صح. ده مش كنترول صح ده. انا عملت برضه غباء. هو ممكن العب بالاسهم؟ لا ما ينفعش. ايوه Let's go. Okay. Okay. تشيك بوينت كمان بليز. تكفى تكفى تشيك بوينت. هو انا خلاص المرحلة. يا لهوي على التعب. يخرب بيت الصعوبة. 10 دقايق ولا We did our best. ما اتحسبتش ولا ايه؟ الويل ده كان اصعب من عادي. كل حاجة تمام يا ريمي. ساعدني. رفع رجليك. انت عملت كويس قوي بس ده بيوجعني جدا. مش انت كنت تقول ان ممتع جدا ان احنا نتحدى نفسنا؟ اسكت بقى ونرجع لطبيعتنا. يا لا انجزوني. انا كسبت ولا خسرت؟ ما تقوليش هتعيد المرحله. الحمد لله. 16 دقيقه و12 ثانيه. انجوي بقى. حاولوا بقى تعدوها والله العظيم. يخرب بيت الصعوبه. لعبة جامدة. لعبة جامدة وعجباني. في ايه الأصوات اللي أنا بعملها دي؟ مش عارف الأصوات دي ايه بس يعني أنا اللي بعملها. تقريبا دي نفس البتاعة صح؟ اه دي نفس البتاعة. لا يا جماعة دي كانت لعبة أوريولي وينجز أوف هوب. اسمها صعب قوي بصراحة. بس لا اللعبة مش فري بس دي ديمو. هي لسه ما نزلتش أصلا. هي في 2024. بس هي محطوطة تبع الأكتوبر جيم فاست يعني. بس زي ما انت شايف كده اللعبة رايقة. رايقة رايقة. خلصت حد قبل كده. لا جامدة 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 الصراحة. عجبتني. في ايه؟ انا المفروض اروح لها؟ سوري. هو هينفجر دلوقتي. انفجار الدرامي. بوم. ويفتح نيو تاب. هوب. فتح نيو تاب. طيب فدي اللعبه. اتمنى تكون عجبتكم. خشوا على اللينك الموجود في الشات بتاع تويتش او لو انت بتتفرج على يوتيوب لان هنزلها على يوتيوب اكيد. هتلاقوه في الوصف بتاع يوتيوب. اللعبه هتنزل في وقت ما في لا ده في اخر السنه دي. اوكي. الببلشر جوندل سوفت ولا جوندل سوفت
اللي عاملين لعب انا ما لعبتهاش قبل كده. لا لحظه، استرونايت. اوكي ده الببلشر اللي حاطط استرو. ايه كاردز اوف ذا ديد دي؟ شكلها انترستنج. هتوش لزود. طيب على العموم فدي اللعبه، فاتمنى تكون عجبتكم وبس كده. هتلاقوا لينك في الوصف بتاع يوتيوب او دوس على اللينك في الشات بتاع تويتش لو سمحتوا يا جماعه. خليكم حلوين وبس كده اعتقد. دلوقتي بقى انا هجرب معاكم لعبه ثانيه خالص. فانت ناوي تلعب ميراج؟ عشان عاوز اتفرج عليها الصراحه. لعبت امبارح بس مش هكملها، مش هكملها خالص يا جماعه. هقفل الستريم على تويتش دلوقتي عشان بس خالد فود لوحده، وهبدا ستريم جديد هنجرب فيه لعبه. مش هعمل تايمر ولا اي حاجه، هقفل وافتح على طول. ها فخليكم موجودين 10 ثواني واعمل ريفرش. اوكي 10 ثواني واعمل ريفرش. ماشي سلام.